أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة التفصيلية من قناة حضرموت، نبدأها بأبرز العناوين. أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفيري أستراليا ونيوزيلندا غير المقيمين مارك دونفان وبارني رايلي للبحث في مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية المطلوبة لردع تهديدات الميليشيات الإرهابية الحوثية للسلم والأمن الدوليين. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيري أستراليا ونيوزيلندا أمام جهود الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في القطاعات الخدمية والاقتصادية والإنسانية وتداعيات الهجمات الحوثية على السفن التجارية في الموانئ اليمنية وممرات الملاحة الدولية. كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية مع البلدين الصديقين وفرص تعزيزها على المستويات كافة. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا تشاوا تشينج للبحث في مستجدات الوضع اليمني والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي اللقاء أشاد الرئيس العليمي بالعلاقات اليمنية التاريخية مع جمهورية الصين الشعبية والأفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدا على هذا الصعيد أهمية القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل. ومن جانبه أكد تشينج انفتاح الصين على جميع أشكال التدخلات الإنمائية والخدمية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن الذي يمثل حلقة هامة ضمن مبادرة الحزام والطريقة التي تسعى من خلالها بكين لربط أراضيها بالعالم عبر تنفيذ أكبر مشروع بنية تحتية في التاريخ. ترأس رئيس الوزراء معين عبد الملك في عدن اجتماعا لقيادة وزارة النفط والمعادن وعددا من الشركات والهيئات التابعة لها لمناقشة أداء الشركات الوطنية واحتياجاتها وأهمية تطوير قدراتها بما يمكنها من إدارة القطاعات المنتجة. واستعرض اللقاء خطط تطوير البنى التحتية للقطاعات المنتجة وبناء قدراتها المادية والبشرية والإجراءات المتخذة لتأمين المصالح الحيوية والمنشآت الاقتصادية من التهديدات الحوثية وحماية الملاحة الدولية واستقرار الطاقة العالمي. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لن تتهاون في حماية مصالح الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، مشددا على ضرورة استكمال تدابير السلامة والحماية في مختلف المنشآت النفطية. بدوره قدم وزير النفط والمعادن تقريرا حول الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز في السوق المحلية بمختلف المحافظات، والذي أكد أنه مستقر وهناك احتياط مناسب لتغطية السوق المحلية لفترة جيدة، مشيرا إلى التوسعة التي نفذتها شركة صافر في منشآت الغاز المنزلي وبما يمكنها من تغطية السوق المحلية ورفع الإنتاج. أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك حرص الحكومة على دعم كل خطط تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد باعتبارها مهمة رئيسة للدولة على المستوى المركزي والمحلي، وترتبط بالحفاظ على مصالح وحياة الشعب اليمني وتخفيف معاناته التي تسببت بها ميليشيا الحوثي. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن المدير العام لشرطة محافظة شبوة العميد الركن فؤاد النسي، الذي أطلعه على الخطط الأمنية والخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية المصالح الاقتصادية الحيوية بالمحافظة والحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها وضبط مرتكبيها.
وأشاد رئيس الوزراء بالخطط الأمنية المعدة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمحافظة شبوة، موجها بتوفير عدد من الاحتياجات اللازمة للأجهزة الأمنية في محافظة شبوة للقيام بواجباتها ومهامها. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن ممارسات ميليشيا الحوثي قد تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديدا محليا، وباستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية تقدم الميليشيا تأكيدا جديدا أنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام الجلسة الخامسة للنسخة 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنامة، والذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة لمدة 3 أيام. ودعا بن مبارك المجتمع الدولي لفهم صحيح لطبيعة الميليشيا الحوثية وممارسة ضغوط فعالة عليها عبر تصنيفها منظمة إرهابية في مواردها المالية والتمسك بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك نظيره البريطاني جيمس كيلفرلي على هامش مشاركته في الدورة 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنامة. جاء ذلك خلال اللقاء استعرض تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط بواسطة الطائرات المسيرة الإيرانية، والتي تمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة وتحديا لكل الجهود التي تبذل لإحلال السلام في اليمن. وأوضح بن مبارك أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين وإحلال السلام، والتزمت بشروط الهدنة في حين عرقلت ميليشيا الحوثي الإرهابية جهود تمديدها. من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار اليمن واستمرارها في المساهمة بالجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام. وكذلك التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك على هامش مشاركته في الدورة 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنامة المبعوث الخاص للحكومة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط تشاي جيون. جرى خلال اللقاء مناقشة تداعيات استهداف ميليشيات الحوثي على المنشآت والموانئ النفطية عبر الطائرات المسيرة الإيرانية وتهديدها للأمن البحري وإمدادات الطاقة. وأشار بن مبارك إلى الخطوات التصعيدية التي تقوم بها الميليشيات وعرقلتها مساعي السلام، مشيرا إلى أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. من جانبه أكد تشاي جيون دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وكل ما يضمن أمن ووحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول. دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بهيئة مستشفى بن سينا بالمكلا المخيم الطبي التطوعي لجراحات العظام وتغيير المفاصل الذي يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع مكتب الصحة بساحل حضرموت وإدارة هيئة مستشفى بن سينا. ويقدم المخيم الذي يستمر حتى 26 من نوفمبر الجاري بإشراف فريق فني استشاري طبي محلي ومن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، يقدم خدماته للمرضى من حضرموت والمحافظات المجاورة، تتمثل في إجراء عمليات استبدال مفاصل الركبة والورك الكامل والنصفي والخزع العظمي والجراحة الترميمية للركبة بالمنظار وتصنيع الرباط المتصالب الأمامي للركبة واستئصال الغضاريف الهلالية الممزقة بالمنظار وعمليات فصل الأوتار والكسور. وأعرب المحافظ بن ماضي عن شكر قيادة السلطة المحلية وأبناء حضرموت الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لما تقدمه لحضرموت والوطن، معربا عن الامتنان لهذا العمل الإنساني لمركز الملك سلمان وللمشاركين من استشاريين محليين ومن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بسبب الظروف الحالية للمرضى وصعوبات السفر للخارج. دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب بالمكلا الدبلومة التدريبية لإعداد التربية الخاصة لمعلمات التوحد، ويشرف على الدورة التي تشارك فيها 47 معلمة من مؤسسة حضرموت للتوحد بالمكلا، وتقام بالتنسيق بين الجامعة والمؤسسة
خبراء محليون ومن مصر والأردن يقدمون معارف حول أساليب وفنون التربية الخاصة وكيفية التخاطب مع أطفال التوحد والتكامل الحسي وأسلوب النطق. وأشاد المحافظ بن ماضي بإقامة مثل هذه البرامج النوعية لمعلمات التوحد، مشيرا إلى أن هذه المعارف من شأنها الرفع من كفاءة المعلمات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أطفال التوحد ومراكز التوحد في الجمهورية. هذا وتعد مؤسسة حضرموت للتوحد أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، وتعمل على تأهيل 200 طفل وتخرج منها 60 طفلا تم دمجهم في مدارس التعليم العامة والخاصة وسوق العمل المهني. بدأت بمدارس وثانويات حضرموت والمحافظات المحررة اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث يتقدم لها في حضرموت ما يزيد عن 160 ألف طالب وطالبة في المرحلة الأساسية ونحو 20 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية. ودشن مدير مكتب التربية بساحل حضرموت أمين بعباد اختبارات الفصل الأول في عدد من المدارس والثانويات بمديرية غلبة وزير. وفي خلال الجولة تفقد بعباد بمعية المدير العام لمديرية سالم العطيشي قاعات ثانويتي سعيد عوض بوزير للبنين والبنات بالغيل ومدرسة أبي بكر الصديق للتعليم الأساسي للبنات، مطلعا على سير العملية الاختبارية وطبيعة وضع الأسئلة وما يصاحبها من أجواء ملائمة للطلاب والطالبات، مشيدا بمستوى الإعداد والتهيئة للعملية الاختبارية. وخلال لقاء ضم قيادة ورؤساء الأقسام بإدارة التربية بغلبة وزير، استعرض مدير تربية ساحل حضرموت جملة من الخطوات والإجراءات الجديدة التي ستنتهجها قيادة مكتب التربية بالمحافظة لتفعيل الجانب التطبيقي في معامل الحاسوب، لربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وإدخال طرق المهارات الحياتية التي تساعد الطلاب للاندماج في سوق العمل. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول نظام الدراسات العليا، الواقع والطموح، تحت شعار معا من أجل مجتمع معرفي متميز يواكب المستجدات. وتهدف الورشة بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ونوابه إلى الاستفادة من الآراء والمقترحات التي تساهم في صياغة لائحة للدراسات العليا بصورة جديدة ضمن آليات وضوابط وخطوط عريضة تحددها الوزارة. وأكد وزير التعليم العالي خالد الوصابي أن الوزارة قدمت لرئاسة الوزراء مشروع اعتماد 100 منحة بحثية سنوية لأعضاء هيئة التدريس بالخارج، تهدف إلى تنشيط البحث العلمي وعقد فرق بحثية مشتركة بين الباحثين اليمنيين في الجامعات اليمنية والباحثين في الخارج. والآن ننتقل لأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة إليكم تذكر بأبرز ما محافظ حضرموت يدشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل بالمكلا بتمويل من مركز الملك سلمان. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. في أمان الله.